سعد الله وإياكم بولادة مولانا الإمام الحسن العسكري والد مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إن شاء الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وقضاء الحوائج إن شاء الله بجاهه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. صلي ربي على نور الإمام العسكري جنة الأخرى على الدنيا أبي المنتظر والشهاب الصاصع الهادي لكل البشر آية الله التي تزهر بين السورات عشقنا لكم ودنا وجزنا انتو جدود انتو بالرحمة وجدنا بهواكم يا أهل خير البرية يا قلبي يا قلبي خذ إلى الشوق لعل بنظرة يغمرني لعل وهلي ما خذ صار مشفى وصيدلية ضريحة صار مشفى وصيدلية وضريحة صار إذا محتار وخايب كل منعليك قطعت الأمل من صحبكم من عليك لسامرة تروح وخذ من عليك أبد ما تلقى أي حاجة عصية أبد ما تلقى أي حاجة أبد ما تلقى. قال الإمام الرضا عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارة إن شاء الله قولوا آمين قريب. من أنشد فينا بيتا من الشعر أعطاه الله مدينة في الجنة أكبر وأوسع من الدنيا بسبع مرات. تنشد بس بيت واحد في أهل البيت تحصل على مدينة أكبر من الدنيا مثل ما جنة الباري ما يدخلها
لازم حيدر يوقع وتتفضل برفعت برفعت رايس ضريح حسين ما تدخل إذا ما وقع العباس ضريح حسين ما تدخل إذا ما وقع ويدراتها ها قلبها يلا يلا وياها ايه ولازم عباس يمضي له لازم عباس يمضي له لازم هذه اذا ذكرت العباس ترفع شفك ها ان شاء الله تلزم شفك ان شاء الله ضريح العباس تاخذ مرادك منه ان شاء الله قول امين يلا ارفع ايدك فوق حبيبي ها ابو سيدك ارفعها لفوق عيني لا تخجل ها ارفع ايدك فوق ويانا لا ظاهرا بيجيب لك ميكروفون وياي يلا حبيبي ارفعها ها يلا ها خوتي ها حمادي ها يلا ها غاتي ها ولد هلال ارفع ايدك وياها اللي في الزاويه قاعدين على الكراسي ها مستمتين وقاعدين ومستريحين اكل قدام هنا قاعدين في الوسط ارفعوا ايديهم يلا غاتي عيوني حبيبي ارفع ايدك ويانا حبيبي فوق ها ها غاتي ها هل منور هني ما شاء الله لأثر السجود عيون ارفع ايدك ويانا ها يلا لازم عباس يمضي لازم عباس لازم عباس لازم عباس لازم عباس يلا هنا الفرحة للإمام العسكري بولادته فرحة إلى الإمام صاحب العصر والزمان أبو ها يلا عيوني يلا عيوني يا يوسف الزهراء فرحة في سامراء ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك العسكري يا يوسف الزهراء فرحة في سامراء يا يوسف الزهراء فرحة في سامراء بعد يا يوسف خاطب صاحب الزمان ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك العسكري صوتك حبيبي نبوك العسكري هذا نجم الأمل نوره وارثه للتقوى والعصمة كل صفاته حسن مؤتمن والحسن صار الحسن اسمه بالمدينة انولد والسعد هالوجود استوطن وعمه واجب عايدك والدك من ولد وولادته رحمة من ولد وولادته رحمة من محمد أغلى ذرية للخير تهدينا وللخير تضوي لنا نجوم قدسية وللخير تهدينا للخير يا آخر النور بدأ يدور للعسكر إشعاعه واللي يا واليك يهنيك يا واجب الطاعة واللي يا واليك يهنيك يا واجب الطاعة كبرت أمانينا صارت تهانينا كبرت أمانينا صارت تهانينا ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك في فرحة ها يا يوسف الزغرة فرحة في سامراء يا يوسف ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك ميلاد أبوك سلسلة من الذهب والنسب من رسول الله بشرف يبدي هالإمام الولي من
الحلم علي زاهي بصنا والحلم وردي خذ من أبا أسر مستمر للتقى ودرب العدل يهدي والنهج حيدري وجعفري وعسكري واختامه بالمهدي وعسكري واختامه بالمهدي كل إمام بفضله وبجهده علمه يربينا وعلمه يرب والإمام العسكري بمنجده وعلمه يربينا علمه الحق عرفنا تبعنا طه النبي وآله والعسكري علوم تشع دوم نعرفها فضاله يا محور العصمه مرسومه هالبسمه يا محور العصمه يا يوسف الزغرى فرحة في سامر را يا يوسف الله شايم لطوف وبعطوف يا مولا يا صاحب الزمان والدك نتشرف بنوره وبارك الله العمر بالصبر العسكري للفرج سوره نرسي نرجس مأملة توصلة والبشارة بيها مسرورة نودي تهاني بعد إلى أم الإمام صاحب الزمان اللي هي زوجة الإمام الحسن العسكري ها بولادته أي ونرجس مأملة توصلة والبشارة بيها مسرورة للعلا والمجيد ينولد المهدي ونترقى بظهوره المهدي ونترقى والفرج وفانا ميلاده نورك يا مهدينا نورك يا مهدي يا الله في نصف شعبان ميعاده نورك يا مهدينا من تضرق الأكوان بالأزمان تتنطر قدومك سامرق الأحلام والأيام متصله بيومك يمتد تجي تشارك اي والله يمتد تجي نشارك نشارك بمولد أبوك إن شاء الله تصور الإمام صاحب الزمان موجود وانت قاعد جاي تهنيه بولادة أبوه الإمام الحسن العسكري يمتد تجي نشارك وقبالك مبارك يمتى تجي نشارك وقبالك مبارك ميلاد أبوك العسكري ميلاد أبوك يا يوسف الزهراء فرحة في سامر صوته يوسف الزهراء فرحة في سامر يا يوسف الزهراء فرحة بسامر الله الله ما غابت الأصوات ميلاد أبوك عسكري دار محمد بول محمد بس صلفان
اجمع انا قول الصلوات If you want to make your face very bright more than light more than white just صل على النبي every morning and every night صلوات الله If you want to reach the height just follow the way of Ahl al-Bayt If you want يا رسول الله أجرنا أيوة يا سيدي قول معايا يلا ردد أنت وهو يا سيدي البشوات يلا يلا يا رسول الله أجرنا أيوة قول قول يا رسول الله أجرنا يعني أجرنا طبعا بالمصري يقول أجرنا يلا يا رسول الله أجرنا الغوص يا رسول الله أي قول معايا الغوص يا رسول الله عدها كمان أيوة الغوص يا رك أيوة 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 رسول الله ومدعت بطيبة طاغة ورقرت بطاغة الله يحشرني أواغة بلواء رسول الله بلواء رسول الله رسول الله أجرنا يا رسول الله أجر الغوص الغوص يا رسول الله الغوص يا رسول الله أوف 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 ويلي علي بالحرب ما خسر مرة يا سأجيوش العدا كاسات مرة على خيبر بعد ما عدت مرة العبا بالحصن والركن عايها حيدر إمامي وما لنا عنه غنى حيدر إمامي وما لنا عنه غنى حيدر إمامي وما لنا عنه غنى أوف جيب لكم بالعماني يلا ها مال ودرات مال بحر لو لا يلا ها قلت اللي ما قلت لك سير بويا سير دربك خضر خذ المير خبرني درب المحبين ما حيدوا والما يريد أهل البيت صدقني ما ريدوا يلا نهامة ويا إيدك على خدك ها يلا إيدك على خدك يلا كذي كذي سو سو يلا يلا صدقني ما اريد يا قام علمان ما هو في محله مثل موج البحر يقعد يطامي بو نجيب لكم بعد هو ساعته ها خوتي ها ها عيني ها ها غاتي ها حبي العراق يا بي روح فدوه لصوتكم يلا عيني يلا ها غاتي يلا شيعة نتحدى العلم بالمعجزات
لا تقول الشيعة بس بجاي الناس وصلت للقمار بالمركبات ناس وصلت للقمر بالمركبات وإحنا نوصل للقمر مشاي وإحنا نوصل للقمر مشاي وإحنا نوصل للقمر مشاي